تخيل نفسك كده نمت وصحيت من النوم لقيت كل مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت وتعطلت لمدة شهر. طب احنا عرفنا منين؟ اكيد مش في مواقع التواصل الاجتماعي لان هي متعطلة، عرفنا من شاشات التلفزيون اللي هو احنا بقى نشتغل شوية ونرجع تاني مفيش غيرنا، ونقول لكم ان مواقع التواصل الاجتماعي حصل فيها عطل في العالم كله مش عندنا بس ولمدة شهر. ايه ممكن يحصل؟ اعتقد ان هو يعني من الاحسن لينا ان ده يحصل، ان هي تتعطل لمدة، طالما احنا مش قادرين نسيطر على نفسنا يا رب تتعطل لينا احنا ك يعني اعلام. لا خالص، إعلام احنا مرئي. لا لينا احنا كناس كاشخاص كبني ادمين، لانه في ناس كتير قوي شغلهم بيعتمد على الانتاجيه اللي بالتالي بيماركتوا ليها عن طريق السوشيال ميديا. ناس كتير قوي البيزنس بتاعها او شغلها قايم على السوشيال ميديا، توزيعهم في البلاد قايم على السوشيال ميديا، فاعتقد انه لا مش هتبقى مفيده غير لينا احنا بس، خلينا نبقى متفقين. لكن في الحقيقه هتبقى مفيده كمان، عارف لمين؟ للناس اللي عندها ادمان شويه للموبايل. ده كان قصدي كلنا يعني في الحقيقه، اللي هو كلنا بنمسك الموبايل لا ارادي، نفتح الفيسبوك نفتح الانستجرام او تويتر اللي هو دلوقتي اكس. يمكن جالي وقت كده مسحت كل الابلكيشنز دي من على موبايلي، بقيت امسك الموبايل واشوف هفتح ايه، بقت حركه لا اراديه انت بتعملها. فاعتقد ان عملت كده فعلا. اه والله بجد. طب كملي التجربه وبعدين رجعت لقيت نفسي بفتح ما بلاقيش، يعني بجد كم ساعة؟ لا يومين مثلا، يومين من غير وسائل تواصل اجتماعي نهائي. بس ما قدرتش. بس هقولك على حاجه، دلوقتي مثلا بقالي فتره فاصلة شوية، يعني بقالي فترة ما بشوفش حاجات على السوشيال ميديا. يمكن أنا كمان يومي بقى شوية زحمة فما بقاش عندي وقت أن أنا أشوف ولا نزل حاجة على السوشيال ميديا. فأعتقد أنه ساعتها هنبتدي نفكر في البدائل بقى، هنبتدي نعمل إيه ساعتها، هنبتدي نسحم يومنا بطريقة مختلفة. لو أنت فعلا بقالك فترة مثلا بتكلم صحابك عن طريق الواتساب، هتبتدي تكلمهم مكالمة على التليفون ويلا ننزل بقى نتقابل، بدل ما احنا بنفضل نقول من أيام رمضان 2008 يلا ننزل نفطر مع بعض لغاية النهاردة ما حصلش نتغدى حتى. فهتبتدي تعمل ده بشكل بيرسونال، يعني هتبتدي تقابل الناس بشكل شخصي، هتكلم الناس اللي انت بقالك كتير ما كلمتهم، مش هتفكر في طرق بديله لو انت شغلك معتمد بشكل اساسي على السوشيال ميديا او على الماركتنج بتاعك معتمد على السوشيال ميديا، هتفكر في بدائل مختلفه. واكيد ساعتها البشريه هتطلع حاجه مختلفه في الشهر ده بالذات، لو قعدنا شهر بحاله هنفكر بالظبط وهيطلع لنا بدائل مختلفه. في نفس الوقت هنعمل حاجه الديتوكس اللي يمكن كنا بنتكلم عليها في الحلقه اللي فاتت انا وانت مع بعض يا شاذلي، الديتوكس اللطيف الصحي اللي احنا دايما محتاجينه عشان نفصل عن الانترنت. زمان يمكن لو كان حد سالنا السؤال ده كنا بنبقى بالنسبه لنا ايه ده، لا احنا مش معتمدين قوي على الانترنت، عادي ممكن يقطعوه، عادي ممكن يقطعوا السوشيال ميديا. كان زمان لكن النهارده لا ما نقدرش فعلا. عارف كمان من الحاجات اللي هتضرنا احنا كاعلاميين ايه؟ دايما لما بيبقى في موضوع لازم نتكلم عنه لازم ندخل نشوف الاراء المختلفه اللي اتكلمت عن الموضوع ده والتاريخ قال ايه عن الموضوع ده، فبندخل على الانترنت نشوفه. فلو الانترنت وقع هنرجع تاني للمكتبات بقى. لا احنا عايزين نفصل بس ما بين حاجه وحاجه. جوجل موجود يا جماعه، اي حد عايز يعمل سيرش على اي حاجه ده موجود. بتكلم على سؤال الحلقه، بقول لو مواقع التواصل مواقع التواصل خلينا متفقين. يعني هي احنا مشكلتنا كلها في ايه؟ في ان احنا قاعدين بنسكرول، يعني قاعدين بنتصفح كده وعمالين نعدي الصفحه وندخل على الفيديو اللي بعديه ونسيب الفيديو ده ندخل على اللي بعديه حتى لو ما كانش نفس المحتوى اللي في اهتماماتنا. يعني في ناس مثلا اهتماماتها بتحب المزيكا فبتسمع مزيكا بس. لا دلوقتي انت قاعد بتتفرج على الريلز الفيديوهات اللي هي القصيره دي، فانت الفيديو بيبعت اللي بعده على طول ومدتها دقيقه دقيقه ونص. وده اعتقد انه من الذكاء من مواقع التواصل الاجتماعي هي تتعامل بالطريقه دي، حط لك فيديوهات سريعه ورا بعضها. فانت طول ما انت قاعد عمال تقلب في الفيديوهات، فيديو يبعت الثاني يبعت الثالث وكلهم محتواهم مختلف عن بعض، ومع ذلك انت قاعد بتتفرج على ده وعلى ده وعلى ده لحد ما تنام وانت ماسك الموبايل. ليه اضرار كتيره جدا عليك طبعا بكل تاكيد، عينك وانت طافي النور وعينك يعني باصص في قلب الشاشه ومنوره في وشك وماسك ايدك واعصاب الايد والفقرات ليه تاثير كبير جدا ماسكه الموبايل علينا، خصوصا لما نكون قاعدين بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بس انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الناس اللي بتسوق، ودي حاجه تانية، الناس اللي واخده وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجاتها للتسويق لشغلها، دي قصه تانية. دي اكيد يعني دي اكيد ناس طبعا هيتاثروا. لكن انا بتكلم عن الناس اللي قاعده بتسوشيالايز، يعني قاعده بتتسلى وهي قاعده، او حتى
مش لمجرد ان هو ما بياخدش منه معلومه بالمناسبه يعني، لا ده قاعد بيتصفح بس، يعني ايده عماله تعمل كده، ايده اتعودنا يعمل كده، بيمسك الموبايل على طول، بيدخل من انستجرام يطلع منه يروح داخل على فيسبوك، يطلع منه يروح داخل على تويتر، فهو عمال يقلب في المواقع. وللاسف انت ما تقدرش تعمل يعني ما تقدرش تسيطر على حاجه زي دي. يعني كتير بقعد اقول لنفسي انا مش هضيع وقت، انا لازم اشوف طريقه انتج بيها حتى لو هقعد بيها على الموبايل. غصب عنك انت فعلا زي شربات حتى غصب عنك انت بتلاقي نفسك انت دخلت فعلا من ريل لريل، من ابلكيشن للتاني. ليه بقى؟ انا عايز افهم ليه. عشان هو هقول لك الذكاء الاصطناعي ده بقى الفرق، ان مواقع التواصل زمان كانت شويه ممله شويه. دلوقتي انت الذكاء الاصطناعي لو انت في فيديو عجبك انت هتلاقي كم هائل من الفيديوهات اللي شكل الفيديو ده اللي برضه هتعجبك، فانت بالتالي هتفضل فتره كبيره قوي تتفرج وقاعد على الموبايل. لكن عاجبني كمان ان دلوقتي وسائل التواصل ابتدت تبعت لك مسجات انه او الموبايل نفسه انك مثلا الشهر ده او الاسبوع ده استهلكت 6 ساعات في الاسبوع على وسائل التواصل او على الموبايل. فبقى الموضوع انت صح البطاريه بتاعه التليفون او حتى الانترنت بيقول لك انت استهلكت كذا بطاريه على موقع الفيسبوك. بالظبط. اه طبعا دي حاجه كويسه، بس برضو في النهايه احنا يعني بعد ما عرفت انا استهلكت قد ايه، استفدت ايه في النهايه، او وتصرفت ازاي، عملت ايه، ما فيش حاجه. هي بس انت قالت نقطه مهمه، هي البديل، ان يكون عندك بديل لما تسيب مواقع التواصل الاجتماعي. لان احنا متعودين ان انت كل شويه تمسك التليفون عشان تشوف مين عمل لك تعليق على الصوره، مين عمل لك لايك على الصوره بتاعتك، مين اتكلم معاك عشان تدخل ترد عليه، في حين ان كل الكلام ده محصلته ملوش اي 30 لازمه. اقعد في اخر اليوم كده تخيل نفسك ما دخلتش على مواقع التواصل الاجتماعي، خسرت ايه؟ ما خسرتش اي حاجه. لو هنتكلم على اخبار في صفحات لحاجات رسميه، مؤسسات رسميه او كده، ما هي موجوده على المواقع الاخباريه، يعني ليها البديل بتاعها. اقصد تقدر ان انت تتواصل او تعرف من خلال الاخبار من خلال المواقع الرسميه بتاعت اي مكان. لكن احنا تعودنا على السوشيال ميديا. شاز دي جربت قبل كده تمسح كل الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا وانك كلها؟ يعني لا وكلها لا، وانا جديد على انستغرام ما بقاليش شهور يعني، يعني فعلا؟ مثلا 7-8 شهور بالكتير قوي. أوكي. ما كملش سنه على انستغرام يعني. انا على الفيسبوك من زمان بقى بصراحه، يعني انا من الجيل القديم بتاع الفيسبوك من 2008 2009 مش مؤسسين قوي، 2008 2009 تقريبا حاجه كده. فانا على الفيسبوك من زمان، بس برضو يعني بعمل ايه بقى؟ انا بمسح الابلكيشن، مش بعمل دي اكتيفيت، بمسح الابلكيشن خالص من على التليفون واستنى يوم يومين. واكتر مده قعدت فيها من غير فيسبوك كانت شهر. احساسك كان ايه؟ انا كنت مبسوط جدا. أوكي. بس بالمناسبه ما كنتش قاعد من غير فيسبوك خالص، يعني اقصد ما كنتش بشارك، لا كنت بكتب تعليق ولا كنت بعمل لايك ولا كنت بحط بوست ولا اي حاجه من الحاجات دي. وخرجت من الاكونت يعني عملت لوج اوت، قعدت مثلا اسبوع 10 ايام عامل لوج اوت. ولما بدات ادخل ادخل على استحياء، يعني مش كل شويه كده داخل، لا 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 يعني ابص بصه وارجع اعمل تاني لوج اوت. ده حل. ده ديتوكس. عملت الكلام ده لمده شهر بس برضو ما قدرتش ان انا اكمل. من فتره قريبه مش بعيده مسحت الابلكيشن من عندي من على التليفون، بس ده تاني يوم على طول نزلته لاحتياج مثلا حاجه خاصه بالشغل، يعني هعمل حاجه خاصه بالشغل، فده اللي اضطرني. فانا مش عارف برضو يعني هل انا حاطط دي قدامي ان هي حاجه خاصه بالشغل عشان ادخل. على كل حال ده سؤالنا اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، اللي هي لو تعطلت اللي هي تعطلت اكيد مش هجاوب على السؤال. لو مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت لمده شهر ايه اللي هيحصل؟ جاوبونا، هنستعرض اجابات حضراتكم في خلال حلقتنا النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.